أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الوحدة العربية، أسعد الله أوقاتكم. أنا النهاردة وعدتكم إن هطلع بفيديو هتكلم فيه عن جشع وطمع التجار. جشع وطمع التجار، وفي النهاية بننسب كل ده للحكومة والرئيس. طبعا الحكومة طبعا ليها دور، بس طبعا التجار بتوعنا وحشين، وحشين أوي أوي أوي. النهاردة هنتفرج وهنشوف وهنسمع الكلام، والكلام اللي هقوله وهتبقى صارخ خفه كده، واوريكم ان تجارنا والجشع بتاعهم ها عاملين ازاي. انت لما هتقوم بثورة 11/11 وهتنجح، دول مش هيرحموكم، والله ما يرحموكم. اسمع مني، انا عملت فيديوهات قبل كده، واخر فيديو للضابط محمد متقاعد اللي قاعد يتكلم فيه وعن جشع الناس، وان احنا مش كويسين، وان احنا فينا ان احنا مش حلوين، وان احنا هنشوف الويل. النهارده هتكلم عن التجار وجشعهم بجد. تابعونا بعد الانترو، ويلا يلا بينا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واحد هيقول لي انت لسه يا عم عامل فيديو من قيمه 10 ربع، من 10 دقايق ربع ساعه، في ايه بالظبط؟ انا كنت عامل فيديو عن حسام الغمري اللي اتقبض عليه قريب، من الخبرات قبض عليه، وعبد الله الشريف اللي ان شاء الله هيتقبض عليه، وهم بيقولوا عاوزين يدمروا مصر ويولعوا في مصر وايه، ويعملوا حراك شعبي ويزودوا الحراك الشعبي. خش اتفرجوا عليه. طبعا كل الكومنتات اللي شفتها الفتره اللي فاتت عن الفيديوهات 11/11، اللي مؤيد ل11/11 واللي معارض ل11/11 ده، كل الكومنتات اللي طبعا دخلت شتمت، واللي دخلت ايدت واتكلمت وقالت تحيا مصر، كلكم على راسي، مرحبا بكم في قناتكم الوحده العربيه. نشوف بقى موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده جشع التجار وطمعهم. ايه جشع التجار وطمعهم؟ ما تقوليش الدوله مسؤوله، الدوله مسؤوله، بس معلش التاجر ها عنده جشع. يوم الخميس اللي فات الدولار سعر الصرف اتحرك شويه، وصل الدولار 23 جنيه. اول ما عرف التاجر ان الدولار وصل 23 جنيه، اقسم بالله قال لك وقف وقف بيع وشراء النهارده خالص، اوقف لي بيع وشراء لحد ما نشوف الدنيا ماشيه ازاي. واول ما سيبت على 23، اول ما سيبت على 23 جنيه، زود اربع اضعاف الحاجه، يعني الحاجه ب 2 جنيه مثلا ها خلاها ب 8 جنيه بقدرة قادر. ليه يا عم؟ ليه؟ الدولار غلي، الحاجة غليت، حاجة غليت عليا، وهي حاجة لسه ما يعني لسه ما فيش أي كلام ولا في أي حاجة، وعنده مخزون، يعني هو عنده مخزون. لا، هو أهم حاجة إن الحاجة غليت. اضرب الطف في أربعة وفي خمسة، جشع. هما دول يا بتوع 11/11 هتنزلوا، هما دول اللي هيطلعوا عينيكم، دول مش هيحنوا عليكم ويقولوا لك يا عيني ده غلابه، ده قعد 8 سنين كان في واحد بيبهدلهم وبيجوحهم، فاحنا ايه هنحن عليهم. لا بالعكس، ده هيزود كمان وكمان وكمان. ما هو هو عاوز يملى كرشه، هو عاوز يملى كرشه. ايوه، تعال شوف النهارده الاربع، طبعا من يوم الخميس الاربع دخلنا على اسبوع اهو، شوف الاسعار عملت ازاي. الاجهزه الكهربائيه رفعت، المواد الغذائيه رفعت، كل حاجه رفعت، بتاع السجاير بيع السجاير رفع سجاير من غير ما لسه ما رفعتش اهو، على سهوه اهو. تعالوا بقى، دي ايه؟ علب السجاير بكام؟ اهو هتيجي كده ب 22 جنيه، شايفينها كده اهو، انا بره للكاميرا، ب 22 جنيه اهو، وهسيبها لكم اهي، هحسب لكم الصوره بتاعتها، 22 جنيه، اقسم بالله انا ما بشوفش سجاير، بس انا كنت واقع صاحبي النهارده والله العظيم جايبها ب 25 جنيه، وليه؟ قال له هي كده السجاير غاليه، النهارده غاليه. طب انا عايز اسال سؤال المسؤولين، السجاير غاليه النهارده؟ غليت بقت اهي، سجاير اهي ب 22، وصلت 25 جنيه؟ لا ما وصلتش 25 جنيه، لكن هو بتاع المحلات بيغليها. طبق البيض تلاقي محل بيبيعه ب 50 ب 75، التاني ب 80، التاني ب 85، التاني ب 90،
ما هو مفيش رقابة، والله ما في رقابة. يقول لك اصل الحاجة غليت. ها؟ طب فين اللي عنده ضمير؟ أهو مش أنتوا على سهوة؟ هتضحكوا عليا اضحكوا عليا، أنا عايز تضحكوا عليا، إحنا إخوات مع بعض وعيلة. شبشب أهو جديد لسه أهو بكيسته. سأل عليه بكام؟ سأل عليه من قيمة أسبوعين ب 50 جنيه. قال لي ب 50 جنيه. قلت له أما ربنا يفرجها هجيبه. خلاص؟ النهارده ب 75 جنيه والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة ب 75 جنيه النهارده. ليه؟ يقول لك أصل التاجر غلى عليا وهو عنده في المخزن كميات كبيرة. أدي يا عم التجار. هتقول لي شبشب وسجاير، أقول لك بلاش، بتاع الفراخ غلى، بتاع البيض بيغلي، بتاع الرز قاعد على سهوة. خبر النهاردة اهو، خبر طازة هسيبهولكو اهو. بصوا يا عم تعالى معايا، الرز اخترب السوق، مفيش رز في السوق. ليه بقى؟ التجار عاوزين يوصلوه لكام؟ ل 19 و20 جنيه. قبل كده شركة الضحى لما قالوا الحكومة قالت هنسعره 15 جنيه وهينزل ب 15 جنيه المستهلك، شركة الضحى قالت لا لا او الف لا، انا مش هعبي ومش هبيع ب 15 جنيه، وهوقف تعبئه. ولما الكلام ده بقى بالمسؤولين، وانا بقى ايه مسؤول عن الكلام ده، اتدخلوا ناس وقال في الدوله، خلوا شركات التاني تعبئه الرز تشتغل غصب عنهم. وكنت عامل حلقه قبل كده عن برضو راي واحد من المواطنين عن 11/11، واتكلم عن الغلا، واتكلم عن الارداب بكام، بيجيبوه بكام، وبيتباع بكام، وجشع تجار، جشع جشع، اي تاجر عنده جشع رهيب رهيب. النهارده شركه عبور لاند برضو بتقول لك انا ايه اهي، سيب لكم الصوره، ايقاف الانتاج بسبب نقص الالبان والزبده والزيوت المستورده. الالبان هي الجاموسه ما عادش بتولد بتجيب لبن يد ولا ايه؟ تستعمل عليا. وزبده ما فيش، ما حدش بتعمل زبده. والزيوت، زيوت ايه يابا؟ زيوت ايه يا عم؟ ولا انت مش عاجبك تبيع بالاسعار؟ ده انت يا عبور يا لن اول واحد بعد الدولار يوم الخميس، سمعت الدولار زاد؟ ها؟ علي؟ انت تاني يوم زودت اسعارك. الجبنه وصلت 20 18 جنيه، الجبنه الثلاجه. وكنت بتبيع الكيلو ب 16 جنيه، دلوقتي بتبيع ب 18 جنيه. ايه يا عم؟ في ايه؟ زودت اسعارك، انت وراح زودت اسعارك. مش عاوز يا بقى تطلع بره المنافسه، ومش عاوز تكمل بالسلامه. يا مرحب بشركات الجيش. انا بقول لك اهو، يا مرحب بشركات الجيش. اهلا وسهلا بيهم. انا برحب بشركات الجيش تخش تنقذنا من جشع التجار. تحيا مصر يا عم. واللي مش عاجبه يمشي براها. ايه؟ ايه الجشع ده؟ الفلاحين نفس القصه، مش عاوز ازرع ارضه، عايزها تبور، بيرمي محاصيل في الشارع، بيقول لك اصل ما بكسبش منها. هو بيكسب، لا مش عاوز، هو عاوز اكتر من كده، عايز اكتر، عايز مكسب اكتر اكتر اكتر. ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه؟ تعليق النهارده عجبني قوي لسه دلوقتي، يعني انا كنت منزل حاجه على المشاركه، يعني احنا بنعمل فيديوهات وبنعمل مشاركات كتابه، فتعليق عجبني قوي، اللهم احفظ مصر وارضها وشعبها ورئيسها. ولو ما نستغلش ارتفاع الاسعار والتجار، هسيب لكم التعليق بتاع ام اسلام، ربنا يحفظك يا رب، ويراعوا ضميرهم التجار، يراعوا ضميرهم، هتعدي الازمه، يا ريت نراعي ضميرنا. احنا امه واحده وشعب واحد، اتقوا الله بلدكم، تحيا مصر. يا ريت يا ريت يا ريت بلاش تستغل الازمه. ايه ده؟ ايه ده؟ النهارده كله زايد اسعاره، كله رفع اسعاره. كنت في احد شركات الاجهزه الكهربائيه بدون ذكر اسمها، بدفع قسط من الاقساط، هي شركه بتقسط على مستوى الجمهوريه، والله النهارده كان النهارده بيغير اسعار. بقول له ايه ده؟ كنت عنده يوم الايه؟ الحد اللي فات. وكنت النهارده مع واحد صاحبي، يعني يوم الحد بدفع قسط، والنهارده بندفع القسط الثاني. فبقول له مش دي كانت سعرها ثلاجه، سعرها 16000، النهارده وصل 18000 و19000 ليه؟ قال لي ما هو لسه وهتزيد لسه،
تلاجة وصل سعرها 15000 ليه؟ هتقول لي عشان المستورد والدولار، ماشي يا عم، بس ما تزودش قوي كده، ما تزودش قوي كده، راعي ربنا. هتقول لي الحكومة زودت الدولار وهي السبب، وهي السبب في اللي احنا فيه، ماشي. طب سعر الصرف اتحرك على العالم كله، نقوم احنا ننتقم؟ لا، لا، احنا اتعودنا على حاجة واحدة، اتعودنا ان احنا مكسبنا لازم يكون 4 أو 5 أضعاف، ما ينفعش مثلا الربع النص، لا، لازم يكون 5 أضعاف ثمنه الأصلي. وبعدين احنا دولة لا مؤاخذة، ها يعني الله يسامحه السادات، الله يسامحه السادات، خلانا دولة بنجيب حاجتنا من بره. كنا الأول أيام عبد الناصر، لو أنا ما بحبش عبد الناصر صراحة يعني، بس خلانا نشتري، عبد الناصر خلانا نصنع، كنا بنعمل كل حاجة، العربيات، الجزم، الملابس. جه السادات قال لك انفتاح، خلينا نجيب كل حاجتنا من بره، عشان كده بنولول مش عارفين نعمل ثلاجه. احنا بنجيب الحاجه، الثلاجه بتاعتنا او الغساله او الاجهزه الكهربائيه، بنجيب الحاجه من الصين ونجمعها، اقول لك صنع في مصر، بقينا دوله مجمعه. احنا مش مصنعين يا جماعه، احنا دوله مش مصنعه، احنا دوله مجمعه بتجمع. والله احنا ما عندناش صناعه، كان قبل عبد الناصر كان عندنا صناعه، لكن دلوقتي احنا دوله بنجمع، فعشان كده بنزود. ليه؟ احنا بنجيب قطع الغيار من بره، ما نعرفش نحن البورده. هتقول لي الدوله واقفه قدامنا، ايه اللي الدوله واقفه قدامك ليه؟ في ناس صنعت واشتغلت، ما السوريين همت. السوري جه، انا كنت شغال في شركه، عشان ما اطولش عليكم، اشتغلت في شركه سوريه من 2014، واول ما جم بتاعت الثوره بتاعتهم، بتعمل ازاز البلاستيك، ازاز البلاستيك بتشرب بيها كاكولا والكلام ده. الناس دي غرقت، علمت مصر اللي حضرت 7000 سنه ازاي تعمل، ها، ازاي تصنع ازاز بلاستيك. كنت مستوردها من بره، كنت انت بتستورد الازاز دي من بره، هو علمك تعمل المكنه وازاي تصنعها، المزازه دي بلاستيك دي هنا عيب. السوريين بقى مصنعها دلوقتي وبينزلوا منتجات سوريه، منتجات بيقول لك صنع في مصر وهي منتجاتهم، عيب 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 والله، عيب علينا. انا معاكم الحلقه، اقول لكم بجد احنا شعب طماع، احنا شعب جشع، مش هقول كل الشعب الا ما رحم ربي. طبعا فيديوهات كتيرة قوي بتتكلم عن الجشع والطمع، ومش انا بس، ده انا غيري يعني. انا كنت عايز اعمل فيديو النهارده تاني بس عن حاجه تانية، بس لما وصلت لدرجه ان انا بشوف، شفت اليومين دول جشع. وطبعا قال لك ان في ارقام، لو ارقام خدمه انا هسيبها لكم برضو، لو حد عاوز يشتكي او حد دوت ايه يشتكي، لو في حاجه ده غلى اسعار، ويمكن على الله لما تلاقي حد عندك غلو اسعار هسيب لكم رقم، ارقام في صندوق الوصف، اتصلوا بيه. خليك ايجابي يا اخي، انت خليك ايجابي، لو لقيت حد بيغلى اسعار اتصل، ايوه ده فلان بيغلى اسعاره، بس وش كده، ما تخافش. لكن انت يا عم انا عاوز اكل، يا عم انا عايز اشرب، يا عم انا عايز اعيش مستور يا مالي المشاكل، لا، ما انت لو اذيت واحد كله هيخاف. دول مش محتاجين، دول محتاجين والله العظيم اقسم بالله، انت محتاج تقوم عليهم ثوره، انت محتاج عليهم ثوره، ومحتاج انك تبلغ عليهم، محتاج تعمل لهم مشاكل. دول التجار ما بيخافوش ربنا، دول ظلمه، حسبي الله ونعم الوكيل بجد. عموما طولت عليكم وتعصبت برضه، مش نفسي اطلع كده، ما اتعصبش، نفسي اطلع كده اضحك كده معاكم، بس عايز اقول حافظ الله مصر وشعبها واهلها وارضها من كل سوء، وخلي التجار يزودوا ويا رب يشبعوا والله، بيصرفوهم على عياهم. تحيا مصر، تحيا مصر، واشوفكم الحلقه الجايه. وبقى لو عجبكم بقى الفيديو، يلا اديني بقى لايك كده وشير واعمل كومنت، وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.